طيب الآن من معنا؟ الأخ الكريم الأخ محمد علي، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. طيب السلام عليكم حاج وعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا محمد، يا هلا ومرحبا، الله يحفظك. أخونا محمد علي، الأخوة نعم يذكرون أنك وصلت إلى مرحلة تريد أن تعلن التشيع، والأخوة يتساءلون نعم الأخوة يتساءلون كيف كانت البداية، ما هي أول لحظات بدأت تفكر فيها، ثم هل تطور هذا التفكير يوم بعد يوم؟ ما هي الكتب التي قرأتها؟ ما هي البرامج التي تابعت؟ إيش الشيء الذي أثر فيك؟ تفضل. بارك الفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاج وعد، إخوة عليكم السلام. أبو كريم، سيد أسد، كل إخوان المشرفين على هذه القناة الكريمة. أقدر أعرف من أي دولة؟ أنا من الجزائر. من الجزائر. تفضل. نعم، وأبلغ من العمر 64 عام متقاعد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اولا وقبل كل شيء، انا كنت من اسره كما يقال في الجزائر اسريه، لان كما نعرف ان المجتمع الجزائري مجتمع سني اشعري، يمكن ان نقول عنه انه مجتمع صوفي بالاغلبيه. فانا عشت في مجتمع صوفي في السن الصيبة بعد الدراسه، لما بلغت العشرينات تقدر تقول بأنني قد أصبحت يعني بلا دين. بعد سن العشرين لعدة سنوات، كما لا يخفى على الجميع أن في الثمانينات كان الإرهاب في الجزائر وكانت الدعوة السلفية. أخونا بس قبل أن تكمل، ممكن توطي صوت التلفزيون لأن في تردد شوية، وطي الصوت واسمعني فقط من الهاتف. الله يرحم والدي. نعم، هو كان ذلك. والآن مليح؟ الآن منيح، ما فيش تشويش الحمد لله. كما قلت، بعد السلفية، وكنت أستطيع أن أقول حتى أن كنت عضو مكتبي بلدي، وبعد الاطلاع على الكتب، يعني الكتب السنية لا أكثر، وبعد السوشيال ميديا كما يقال، أصبحت أطالع أنظر وشاهد. على سبيل المثال، سيد عبد الحليم الغزي، سيد الأخ ذو الفقار، في الأول كان على قناة حسن الله ياري، الله يذكره على خير. نعم. بتدريج أصبحت أراجع القنوات العراقية، مثلا سبين كوثار، الأنوار، الفورات، إلى 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 آخر ذلك. بعدها انتقلت إلى قراءة الكتب، اطلعت على قراءة الكتب، كنت تيلي شارج كما يقول، أحمل الكتب عن طريق الكمبيوتر وأراجع. حينها فهمت أن فيه شيء، قبل كنا نسمع عن الشيعة أنهم كذا وكذا، حتى لا أستطيع أن أتلفظ بها الألفاظ التي يتلفظون بها، من أنها المجوسية وكذا وكذا إلى غير هذه الأشياء كما يعرف الجميع عنها. فحين مطالعتي صراحة فوجئت، وخاصة لما طالعت على كتاب الغدير الأميني، يعني للعلامة الأميني. نعم نعم، هو كذلك. لم أجد تقريبا، لم أجد يعني حديث شيعي، ولا كلها سنية، حديث من الكتب السنية. هذا تعجبت، ما هذا؟ عاودت رجعت إلى كتاب ابن تيمية الذي يرد عليه في الكتاب، على كتاب اسمح لي، منهاج السنة على منهاج الكرامة. نعم. لا نعم، بعدها يعني قبل قرأت منهاج الكرامة. نعم. ورجعت إلى كتاب ابن تيمية وجدته يرد على كتاب، ولكن بدون أدب، الرافضي المجوسي كذا كذا كذا، يعني فوجئت صراحة.
بعدها اطمأن قلبي وأصبحت أتابع القنوات إلى أن عثرت على قناتكم المفضلة وأنا أتابع وأنا أتابعكم منذ شهور. الله يبارك. على شهور وأنا أتابع وأني أنا معجب جيدا جي وأنا يعني كنت أستطيع أن أقول سوء أنفان كما نقول متابع يعني أبدي صار ما أدري كما يقال من الطلب العربية. اسمحوا لي أن ربما تغلب علينا كثير من الفرنسية لأننا كما يعلم كنا شرف بي. ولهذا أردت أن أعلن تشيعي يا الله. وأتبرأ إلى الله من أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يا الله. لأني كبرت في السن ولم أستبصر إلى غاية 50 من عمري. يا إلهي أين أنا ذاهب بعد 50؟ وأصبحت أناقش أساتذة دكاترة معلمين خاصة أصحاب المساجد كما نقول إحنا المشايخ كما نقول الطالب أو الإمام أصبحوا يتهربون مني صراحة يتهربون من أسئلتي. أول سؤال كان بإيديهم أين يوجد قبر الزهراء عليها السلام؟ يا حجاج أين يوجد قبر الزهراء عليها السلام؟ فلم يجبني أحد صراحة. ولهذا أصبحت نبحث لعلي أجد طريق أجد والحمد لله لما اهتديت إلى قناتك المفضلة القناة يعني صراحة يعني أعجبت بها كثيرا وأنا أتابعها يعني متابعة يومية يا كل يوم على الساعة 8 عندنا بالجزائر راني مشعل التلفزيون وأشاهد. كما أشكر الأخ والشيخ أحمد الزعفري على ما يقدمه الأخ أسد حل أسد الأخ ذو الفقار يعني كل أخوة اللي يتنال إلا أنه عندي يعني بعض التحفظات عن إخوة كما نقول السلفية يأتون يسبون يعني مثل أخذ أبو عبد الله وعبد التركي ولا تعبنا اسمه أبو عبد الملك ولا خاصة إلى جانبك يعني يتكلم فيك بكلام لا حول ولا قوة. الله يعطيك الصبر الله يصبرك الله يقويك الله يرحم والديك الله يرحم البطن اللي جابتك الله يرحم الوالدين يا أخويا. والله ما رأيت صبر إلا صبرك وما صبرك إلا صبر أيوب عليه السلام صراحة. استغفر الله أنا خاد أخويا علي ربي أخويا علي وربي يستر كما قلت يعني تحية الأخت المغربية هذه يعني بارك الله عليها ما شاء الله. وهذا هو يعني باختصار هذا يعني لا أطل عليكم وأقول أشهد أن لا بعد بسم الله الرحمن الرحيم. لحظة خلي السيد يكسب بركة هو يلقنك. خلي السيد هو يكسب بركة هذا ثواب للسيد الله يبارك فيك. عاد احنا منتظرينك لأنه ناس كلفونا وطلبوا الدعاء وإحنا دائما نأجل الدعاء للمرضى وللمحتاجين واللي عندهم حوائج. والله كثير من الأخوة الآن عدد كثير راسلوني يطلبون الدعاء وإحنا نأجل هذا إلى أن الله تبارك وتعالى يرزقنا بأحد الأخوة المستبصرين ونستغل هذه اللحظات الملكوتية في الدعاء لهم. فليش تحرمنا الدعاء أخونا؟ أول شيء صلاة مع الحج جنينة ومدى نسمعها ما تحجنا اللهم صل على محمد وآله. أريد الثانية حبا بالزهراء عليه السلام وزيادة بالغيظ في قلوب الناس بحجنين والثانية. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم تقبله في الصالحين. موتوا بغيظكم. اللهم تقبله في الصالحين. اللهم ارحم والديه. اللهم تقبل منا ومنه صالح الأعمال يا رب العالمين. اللهم احشره يوم تحشره في رحال محمد وآل محمد. اللهم أن هذا العبد قد أقبل عليك بحب الزهراء عليه السلام فتقبله بأحسن القبول يا أرحم الراحمين. اللهم اجعله ممن تشفع له الزهراء عليه السلام
واغفر لوالديه ولوالدينا يا أرحم الراحمين. اللهم إني أشهدك أن أبواب السماء مفتحة في هذه اللحظات. اللهم تقبل منه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضل سيدنا نستقبل الله يبارك فيك سيدنا، نستقبل أن تلقنه الشهادات الثلاث بالصلاة على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومبغضيهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. حبيبنا العزيز أخونا محمد، إن شاء الله تسمعني. حفظك الله. السلام عليكم سيد مسلم، رحمة الله على والديك. وعليكم السلام، ربي يرحم والديك ويحفظك. والله معجب بكم ومعجب بكم كثير كثير كثير. الله يرحمكم، الله يبارك فيكم، الله يحفظكم، الله يسر سراحكم يا رب العالمين يا رب بحق. الله يبارك فيكم، الله يحفظك اخونا العزيز. ربي يرحم والديك اخونا محمد، الله يبارك فيك ويحفظك ان شاء الله يوفقك يا الله. إن شاء الله. إذا تسمعني تقول معي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد آل محمد، تعجل الفرج وملء العذاب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن عليا وفاطمة وأبناءهما المعصومين. وأشهد أن علي أمير المؤمنين وأولاده المعصومين وفاطمة الزهراء وأولادهم المعصومين بالحق حجز الله. أحسنت. أتولاهم وأبرأ إلى الله من أعدائهم. وأشهد أن إمام زمان الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف أتولاهم وأبرأ إلى الله من أعدائهم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. اللهم لا تفرق بيني وبينهم. يا الله. اللهم لا تفرق بيني وبينهم طرفة عيني في الدنيا ولا في الآخرة. يا أحسنت. بفضلك وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد، عجل فرجهم والعن عداهم يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت. يا أخوان وقت الدعاء، حجين وقت الدعاء. يا رب العالمين يا الله بحق محمد وآل الطاهرين يا رب الشافين شاف المرضى جميعا، محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. يا الله إن شاء الله. يا رب في حوائج المحتاجين بحق محمد وآله الطاهرين. أخوان كثير من الأخوة طلبوا الدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي حوائجهم وأن يشفي مرضاهم وأن يتولاهم برحمته. كثير من الأخوة طلبوا الدعاء، يا رب العالم بحق أمير المؤمنين أقضي حوائجهم. أي والله. اللهم ببركة هذه اللحظات يا رب العالمين، من كان محروما من الذرية اللهم ارزقه الذرية الصالحة، من كان يريد كثير من الأخوة طلبوا أن الله تبارك وتعالى يرزقهم بالزواج، اللهم اجمع بينهم وبين من يريدون بالخير يا أرحم الراحمين ببركة محمد وآل محمد. ومن كان متزوجا اللهم ارزقه الذرية الصالحة يا أرحم الراحمين. اللهم شافي كل مريض بحق محمد وآل محمد. ومن كان صاحب دين اللهم اقضي دينه يا رب العالمين، رد كل غريب إلى وطنه سالما غانما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا أذنبنا وأسرفنا على أنفسنا وأنت الغفور الرحيم. يا رب اغفر لنا ذنوبنا يا رب. يا رب ارحم والدينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الأعمال الصالحة تدفن معنا يوم نلقاك، اجعل حب الزهراء معنا يا رب العالمين. يا رب العالمين اجعل حب الزهراء معنا يا رب العالمين. يا ربي بحق فاطمة الزهراء يا ربي لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد.
اللهم تقبل من هذا العبد، اللهم تقبل من هذا العبد، اللهم تقبل من هذا العبد بأحسن القبول. اللهم ارحم والديه، اللهم ارحم البطن التي حملته، اللهم ارحم الأخ حسن رياحي الذي تعب معه وأوصله إلى هذه الحالة. اللهم من تبرع لهذه القناة ووقف مع هذه القناة، اللهم وفقه للخير واجعل ما قدم لذريتي. اللهم الإنسان المعين، اللهم ارحمه وشافي عمه يا أرحم الراحمين. اللهم وفق الأخوان حمد سليمان والسيد الحلو رزاق والأخ السيد عامر العوادي والأخ حمد سليمان والأخ عمار حاتم وكل الأخوة والأخ الزهرة ومرؤية والأخوات والأخوة الذين وقفوا معنا. اللهم لا تحرمهم من شفاعة أمير المؤمنين، لا تحرمهم من شفاعة الزهرة. اللهم تمم علينا هذا بخير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. العزيز كثير من الأخوة والآن حتى أثناء البرنامج يتصلون أثناء البرنامج، عندهم مرضى، عندهم مرضى، يعني مرضى وحالات مستعصية. اي والله ارجوكم اخواني، عندهم مرضى وحالات مستعصية. فاخونا العزيز ارفع يديك بالدعاء لهؤلاء المرضى. انت الان انسان طاهر نقي كما ينقى الثوب الابيض، انت الان انسان ان شاء الله دعائك مستجاب، فارفع كفيك لشفاء هؤلاء المرضى، لقضاء حوائج المحتاجين. قل يا الله أسألك بمحمد وآل محمد أن تشافي هؤلاء المرضى المعينين وأن تقضي حوائج المحتاجين بحق محمد وآله الطاهرين. هذا طلب منك أخونا محمد، الله يبارك. وأرجو أن أظن يدعو للأختم جعفر ويدعو للكادر الآن، يقولوا لي يا ريت الأخ الكريم أنه ما ينسانا بالدعاء ويترحم على والدي، والله يشافي والدتي وكل الأخوان الذين يتابعون إن شاء الله تبارك وتعالى هذا البث الطيب. أرجو من الله تبارك وتعالى أن يتمم علينا، وأن الأخ، شوف أخواني، الأخ قارب أو تجاوز 60، إذن الكلمة تنتشر والكلمة الطيبة تنتشر، والصبر على هذا البلاء. نحن ابتلينا بأنه ترى هؤلاء اللي يتكلموا على الإمام علي واللي يسمحهم الأخ الكريم محمد وغيره مو أشد من السيوف التي وقفت أمام الحسين عليه السلام. إخواني فقط أذكر لكم هذا الموقف، تصوروا جسد الحسين عليه السلام على الأرض، ثم يأتي إنسان بخيله ويضغط على جسد الحسين ليكسر أضلاع الحسين عليه السلام، يهشم أضلاع الحسين عليه السلام. هكذا هم تربية يزيد ومعاوية بن أبي سفيان. فاعلموا أننا في هذه الأوقات نقاتل كما قاتلوا في كربلاء، لأننا نريد أن نبرز الحقيقة. الله يرحم هذه الدموع، الله يرحم هذه الدموع، اللهم بحق هذه الدموع اغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجني والأخوة الذين معي من هذه الدنيا إلا وأنت راض عني يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخرجني إلا وأنت راض عني يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن العاقبة يا الله، اللهم ارزقنا حسن العاقبة يا الله، اللهم ارزقنا حسن العاقبة. وإلى شرف النبي وآله رحم الله من صلى على محمد وآل محمد، واستودعكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.